انا ذاكر بس هو فين الكشكول؟ انا لقيتش الكشكول فجبت ده. ماشي طب يلا نذاكر. تعرفي تكتبي اسمي؟ طبعا. يا انس. نعم أنس. يا بابا تعال. حاضر. بقالك كويس يا ست انت، انت بقالك شهرين ما دفعتيش فلوس الايجار. انا عايز فلوس الايجار. اصبر شهر اصرفها فين؟ معلش دي اسكتي يا بنت انت. بنت في عينك. ما اخش جوه يا رودي. معلش بقول لك ايه، ما تزعقش لماما. انا زعق براحتي. ما اخش جوه. بقت بالعيال الصغيره هي. عينك في عينك. بقول لك ايه، ما اصبرش يا حاج. بقول لك ايه، فلوس الايجار تبقى حاضره عندي النهارده يا اما. قسما بالله انتوا عارفين انا ممكن اعمل فيكم ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بص يا براوي، تحت امرك يا دودي. انت عارف ان مصلحتك معانا. أيوة. ولقمة عيشك كمان معانا. اكيد بس طبعا. انت قصرت في لقمة عيشك، واللي بيقصر في لقمة عيشه عقابه بيمشي بره الشغل. انت مطرود يا مروان. مروان مالك قلب بوزك كده ليه؟ مفيش يا رودي. مفيش ايه بس قول لي. المدير طردني من الشغل. طردك؟ واسمه ايه المدير ده؟ هتفرق معاك يا رودي؟ لا بس بعرف عادي يعني. اسمه هادي الانصار. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك بشغل احسن منه. هي الدنيا كده. بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجة، بقرا حاجة كده. الو؟ ايه؟ المدير اتقلب بالعربية ولا جم محروق جوه العربية. انت عملت ايه؟ انا مش عارفه ابويا مجمعنا ليه. يمكن هيدينا العيديه. اما ده استخسر العجل يذبحه وباعه. يا ابويا يا ابويا. ايه ده؟ انتوا جيتوا؟ لا لسه. مروان، مروان ابن التالت فين؟ جاي اهو. جه مروان. يا ابويا كل سنه طيب يا حبيبي. طيب هات. اسمع بس اسمع. فيه؟ انا مجمعكم النهارده، حاسس ان انا خلاص بودع نهايه الرابط. بعد شهر عليك يا ابويا. المهم انا عايز احكم معاكم في الورث. ورث؟ ورث اللي انت بتتكلم عنه؟ انتوا فرحانين ولا ايه؟ لا يا بابا. اسمعوني بقى. المفاتيح دي فيهم ثلاث مفاتيح، كل مفتاح بكنز. ده مفتاح دودو، ده مفتاح رودي، ده مفتاح مروان. ثواني بس، يعني كل واحد لنا ليه مفتاح، والمفتاح ده نصيبه موجود في المفتاح. نصيبه موجود في الكنز بتاع المفتاح اهو. ماشي، فين المكان بسرعه؟ هقول لك. بقى ما تمرروليش معاكم. هتروحوا الدرس ولا مش هتروحوا؟ يلا يا مروان. يلا ابوك في المستشفى شكله بيودع. انا مش فاضي والله يا دودو، راح اودي العيال الدرس. يا ابو المفاتيح. يلا روح بقى بعضكم بسرعه. يلا ما تاخروش. باي باي. الحمد لله على السلامه يا ابويا. الحمد لله على سلامتك. اوعى يا اخي ايدك كده. الحمد لله على سلامتك. انا عايزكم بقى، انا عايزكم في حاجه بقى. فين فين يا ابويا؟ ده مروان، ده مفتاحك يا مروان. هو ده. ماشي، ده مفتاحك يا دودو، ده مفتاحك يا رودي. ماشي خلاص، انا كده عملت اللي عليا. صحه وعافيه يا ابويا. تمام. يا ترى شايل لي ايه يا ابويا؟ ابويا ابويا يا مسطي مروان. انت مالك قاعد يا واحد؟ اصل تحت من اهلي. ده بتيجي نلعب بالتباشير؟ ماشي، انا هسيب لك سلسله اولادي. ايه ده يا صوفي؟ ايه؟ اتحققت حقيقي السلسله. ايه ده؟ يعني التباشير ده بيتحقق الامنيات. يا صوفي. ايه؟ انا جعان نفسي اكل كيس شيبس بالجبنه. ماشي. الله. يا صوفي. ايه؟ انا نفسي العب ومعناش فلوس. طيب انا جاتلي فكره. ايه؟ مع ان اللعبه حلوه، نرسم 200 جنيه ونروح نلعب. ماشي ماشي. يلا يا انت اتمنيتش كتير خالص. تدري انا بقى اتمنى. ماشي هتتمني ايه؟ هتمنى ان انا ارسم بوابه ونخش جواها ونكبر، وبعد كده يبقى انا اسمي رودي وانا يبقى اسمي مروان. يلا خلاص. استعدت يا صوفي؟ واحد اتنين تلاته. ايه ده، انت كبرتي؟ وانت كبرت. الله، انا جيت عندي كام سنه؟ مش عارفه.
انتوا كنتوا فين كل ده؟ عندكم دروس خصوصيه ما حضرتوهاش. انت مين؟ انا مين؟ تيتا دودو. تيتا دودو؟ وراكوا ثانويه عامه، حرام عليكم لا تسقطوا. ثانويه عامه؟ يا واد يا مروان، انت يا واد يا مروان، يا تيتا دودو هات لي كيلو رز وكيلو لحمه مفرومه وكيلو طماطم. ماشي، 2 كيلو رز وتربع طماطم وانت بس. خد يا روزي، هاتي لي كيلو رز وكيلو لحمه مفرومه، اعمل كفته رز يام بسرعه والنبي. حاضر يا واد، روح مع اختك. حاضر يا تيتا دودو. يا دنيل عليا يا بنت يا رودو. نعم يا تيتا، جاي عايزه ايه؟ انا نسيت الطلبات. يا نهار اسود، الفلوس وقعت مني. عادي، في تباشير اكتب الفلوس تاني وبتاع. ايوه ايوه. التباشير راحت فين؟ الله يخرب بيتك تيتا دودو، هتموتنا على الفلوس. بقول لك التباشير ضاعت. ايه ده، يعني مش هنرجع صغيرين تاني؟ معلش يا رودي حبيبتي، هطلع اجيب حاجه بسرعه وانزل. انت ما تاخرش. مش هاخر عادي. ايه ده، انت لحقت تغير؟ لا، انا اخو مروان التوأم. بس هو ما قالش ان هو ليه اخوات. لا، انا اخوه. وعلى فكره باين في عينيك قوي انك بتحب مروان. انت عرفت ازاي؟ اخرت عليكي؟ انا اخوك كان لسه معايا دلوقتي. اخويا مين؟ اخوك التوأم. ايه يا مروان؟ مروان برضه ما بيردش كده كتير، انا لازم اروح له البيت. ايوه هو ده بيت مروان، لو سمحت. ايوه حضرتك دودو بيت مروان؟ اه انا دودو. ايوه كان بيحكي لي عنك. هو دلوقتي ادي 3 ايام برن على مروان ومش بيرد عليا. انت جايه تقلبي عليا المواجع؟ مروان مات من 3 سنين. مات ازاي يا طنط؟ ده انا كنت معاه من 3 ايام. انت جايه تقلبي دماغي ولا ايه؟ بقول لك ميت، اديله 3 سنين. ما انا اللي بيحصل يا عم الشيخ. حضرتك ساكن هنا؟ اه ساكن هنا. طيب انا كنت بسال على مروان اللي ساكن جنبنا هنا في الحته دي، مامته بتقول ان هو مات وانا كنت معاه من 3 ايام، مش فاهمه هي بتحاور عليا ولا ايه؟ انت قصدك مروان اللي ليه اخ توأم؟ ايوه انا لسه كنت عند مامته من شويه. واقفه مع مامته؟ ايوه دودو. لكم في عونك يا بنتي. يا عم الشيخ في ايه، فهمني. انت بتقولي لسه واقفه مع مامته والعيله دي ماتت من 3 سنين في حادثه. ايه؟ مش فاهمه ايه اللي بيحصل معايا ده. رودي. ايه بيبي؟ انت ماشيه بتكلمي نفسك؟ عندي شويه مشاكل وكده بحكي لك بعدين. طيب اروح انا لحسن بابا وماما، طبعا هم قلقانين عليا. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفيك يا رودي. حتى انت هتقولي زيهم؟ انت مش عارفه انت بتقول ايه؟ انت بتقولي راح على بابا وماما وهم اصلا ماتوا من زمان. ايه؟ كل واحد فيكم عليه حكم، وكل حكم بيكفر ذنب، واللي مش هينفذ الاحكام يستحمل اللي هيجرى له. هو ايه اللي حصل؟ مش فاهمه ايه ده؟ في ايه؟ اسمعوني كويس، كل الاحكام اللي في الورق ده لازم يتنفذ بالحرف، لا اما هيحصل فينا زي ما حصل في مروان. قولي لي يا دودو، انت حكمك ايه؟ الحكم بتاعي لو سمحت يا مس. نعم. انا سمعت ان انت هتسقطيني. لانك مش بتاخد عندي درس يا احمد، لو هتاخد درس هتنجح، مش هتاخد هتسقط. طب انا اهلي على قدهم. وانا مالي وانا اقعد اطبطب وادلع؟ ادفع فلوس الدرس تنجح. وما نفذتهوش خلال 3 ساعات هيحصل لي زي اللي حصل لمروان ويمكن اكتر. وانت حكمك ايه يا رودي؟ انا الحكم بتاعي. ما تقلقش يا طارق يا حبيبي، فلوس العمليه جاهزه معايا في الشنطه اهي، بس انا مستني مكالمه الدكتور عشان نروح نعملها، وباذن الله هتبقى كويس. بابا عايز شيبسي. حاضر هروح اجيب لك، ما تتحركش من هنا. ماشي. بقول لك ايه يا عسل، انت باباك اللي راح السوبر ماركت؟ اه. طب هو بينده عليك عايزك. ماشي. ولازم ارجع عشان تلصحبها في اسرع وقت. انا الحكم بتاعي وقتي. عايز ايه وقتي؟ سيبني في حالي يا وقتي، مش كل يوم كده. انا هسيبك في حالك، بس اديني الفلوس وانا اسيبك في حالك. فلوس ايه يا وجدي؟ ده الفلوس دي بجهز بيها اختي، حرام عليك. يا عم هو حرام عليا، وهاخد منك الفلوس عافيه او بالذوق. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. فلوس فين يا واد؟ هقول لك الفلوس فين. لازم اقابل الراجل ده، يبقى كل واحد فينا يروح يخلص حكمه بدل ما يحصل فينا حاجه. يلا بينا. حمو، انت فين يا حمو؟ انا بدور عليك، ابوس ايدك سامحني يا حمو، وكل اللي انت عايزه اعمله لك. تجيلي وقت وتقول لي سامحني؟ بعد ما بعت الارض اللي حيلت وترميت في الشارع زي الكلاب عشان خاطر اجوز اختي، جايلي وقت وتقول لي سامحني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، بعد ما خدت الفلوس اترميت في الشارع زي الكلاب. حلال لله يا بيه، حلال. عملت ايه يا عم
عملت ايه يا دودو؟ قعدت ادور على الواد اللي انا سقطته مش لاقياه. وانا الراجل قعدت دورت عليه لحد ما اكتشفت ان ابنه مات. يا مصيبتي. طب وجدي عمل ايه؟ مش عارفه. تعالوا نروح له. ايه ده؟ مش عارف. الورقة دي تم تنفيذ الحكم.